سيد النائب محمد إبراهيم وكيل المجلس. شكرا سيد رئيس الجلسه. هي انا عندي بس مجرد اسئله مع الوزيره. الحقيقه احنا استمتعنا بالحديث بكل التقارير القيمه اللي فضلت بيها، لكن انا وانا قاعد دلوقتي الحقيقه جاني طلب من احد الفلاحين بيقول لي انه المعاش، سن المعاش بتاع الفلاح بيحتسب على 65 سنه، لكن ليه ازاي بقيه العاملين في الدوله على 60 سنه؟ ده بيحرمهم من 5 سنين معاش. فارجو اعاده يعني اذا كنا ممكن نصلح القصه دي مع الفلاحين، وخصوصا ان احنا عارفين دور الفلاحين واهميه الفلاحين وقد ايه الناس دي بتعاني وقد ايه الدوله محتاجه مجهود هذه الفلاحين بصوره او باخرى. السؤال الثاني كان خاص بالاطباء اللي هم يعني توفوا، الاطقم الطبيه اللي توفت نتيجه الجائحه بتاعت كورونا. الحقيقه احنا لما اتكلمنا ان هم يعاملوا معامله الشهداء وياخدوا من صندوق الاغاثه بتاع القوات المسلحه وبتاع الشهداء، قالوا ان احنا دول لهم معامله خاصه، وقالوا ان من حق رئيس الوزراء انه يضيف اي مجموعه اخرى جديده لتتمتع بهذا الصندوق. طبعا ده محتاج حد يتبنى الموضوع ده، وانا ارجو ان سعادتك، طبعا احنا عارفين كل الاطباء دول هم الناس يعني اللي قاموا بدور كبير جدا وقدموا حياتهم، هم شهداء، فارجو ان هم يتمتعوا بكل المزايا اللي بيتمتع بيها اي حد تاني يعني استشهد من رجال القوات المسلحه. السؤال الثالث هو خاص بالاستثمارات. عندكم في الوزاره الحقيقه مبالغ كبيره جدا، وبدائل الاستثمارات ممكن قوي انها يعني تروج تخدم مشروعات قوميه وتبقى مع الدوله، او في صور اخرى يبقى امنه في نفس الوقت وفي نفس الوقت تحقق عائد اكبر. عاوزين نشوف برضو اطلاله سريعه على كيفيه استثمارات اموال المعاشات. السؤال الاخير هو ما يتعلق بالخطط اللي بترسمها الوزاره كلها في عمليات التنسيق بين ال 55,000 جمعية اللي موجودة في مصر. ايه هي البرامج والخطط اللي بتنسق فيها الاعمال وبتقدم فيها حوافز وبتقيم الاداء بتاع الجمعيات دي، وبحيث ان احنا نقدر نوزع الاعمال الخيرية والاعمال الاجتماعية والاعمال اللي ممكن ايه تقدم في تنسيق كامل على مستوى كل المحافظات في مجموعة 55,000 جمعية. وشكرا سيادة الرئيس.